نوصفوش ما كنوصفوش. دخلتي بالثقافه ودخلتي بانك ما عرفتش شكون ودخلتي. لو كنتي مثقفه غير شويه غير شويه فيك ديال الثقافه. السلام عليكم متابعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين. كنتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده يا ربي، وكنتمنى تكونوا دوزتوا نهاركم الصيام على خير وبخير وبصحتكم فطوركم. المتتبعين ديالي، اليوم موضوع جديد وفيديو جديد، كنتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم. واول حاجه بغيت نقولها الناس اللي عندي في القناه ديالي، ما تنساونيش ملي لايك ديالكم وكومونتيرات ديالكم والبارطاج باش هاد لا فيديو هادي توصل بزاف ديال الناس. والناس اللي باقيين جدادين كنقول لكم مليون الف مرحبا بكم في القناه ديالي الى عجبكم المحتوى ديالي، فما تنساونيش من الابوني ديالكم ولي لايك ديالكم وعلاش لا حتى الكومنتيرات. ونبداو على بركه الله الفيديو ديال اليوم، فهو نفس السيناريو نفس المسلسل غادي نهضروا عليه. باقي كيتحطوا فيديوهات، فكنشوف بزاف ديال الناس ما كيعجبهمش هاد لا فيديو هاد لا فيديوهات اللي كيتحطوا، وكنقول يا ربي غدا يتحط شي حاجه جديده اللي تبدل هذاك النمط ديال هاد المسلسل هذا، وتبدل يعني السيناريو ديال هاد المسلسل. ولكن كيتحط غير العكس اللي ما كيعجبناش وما كيرضيناش كمشاهدين او لك يوتيوبرز اللي عندنا حتى حنا المحتوى ديالنا. وبصراحه ما كنقدروش نسكتوا على هذا الشيء هذا، حيت ما كيعجبش اصلا، ما كيشرفناش حنا كمغاربه، وما كي يعني محتوى دنيء. ونبداو في الموضوع، فهذا الموضوع اللي غادي نهضر عليه اليوم فهو الموضوع ديال الزوج والزوج ديال الزوج وزوجة الزوج اللي حطوا فيديو البارح. ما عرفتش انا البارح فوقاش واش غادي نحط الفيديو اليوم ولا نحطو حتى الغدا. المهم الفيديو اللي تحط فكان هو في البارك، كانت الزوجة والزوج ديالها في البارك، وكانوا الزوجة بحال دائما كطير من المقلة وكتعاود المشاكل ديالها الصحية، وكتطلب الناس اللي يصيفطوا لها الدواء ويصيفطوا لها زعما الدواء، وهذاك الدواء ما كاينش في المغرب وهي خصها تعالج في خارج ارض الوطن. وكنقول لك حبيبه كتزيدي تضخمي السيناريو وكتزيدي تضخمي المواضيع ديالك وباش تكبري الحزمه بحال اللي كنقولوا. اتقي الله اتقي الله، دخلتي لهاد الاسره هذه اتقي الله في هذوك الوليدات، واتقي الله في هذه الاسره هذه وفي هذاك الزوج هذاك. ما 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 نقولش عليه زوج لانه ما كيبانليش بانه زوج، فهو انت كتهضري وهو كيعطي لك غير هضري الكلمه ليك. سبحان الله ما كتباني ما انا ما كتبانيليش مريضه، ما كتبانيليش اختي مريضه. وكتقولي لي كيتشفى فيا ولا كيقول انا ماشي مريضه بغيت له مرضي، المرض النفساني اللي عندك لهلا يعطيه لشي واحد. انتي مريضه نفسانيا ومريضه عقلانيا، دخلتي للاسره عارفه انتي الطليقه غادي ترجع مور العيده حبيبه، وبغيتي تهربي الزوج وكتكبري الموضوع. انا غادي نمشي لفرنسا مور العيد وغادي نقطع واخا ريزيرفاسيون. واش كتخربقي ريزيرفاسيون حبيبه؟ خصك حتى يكون عندك الوثائق ديالك كاملين وتريزيرفي عاد ماشي على لوبيتال، كتريزيرفي البيي الحبيبه الا بغيتي تجي توريس او لا بغيتي تجي تعالجي كيكون عندك البيي الي وروتور. الحق حنا ما ندخلوش في هاد المواضيع هادو لانه ماشي موضوع اليوم وماشي موضوع هاد الفيديو هذا. انت كدبزي وغير كتهضري وغير لا 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 لا، حيتاش خصك الموضوع كامل ما غادي تكوني لا فرنسا ولا فهدي، الا مشيتي تمشي للحسيمه غادي تهربي الزوج للحسيمه لانه الزوجه غادي ترجع مور العيد حبيبه. الناس ما كيديروش هكذا لانه كنتي مريضه عقلانيا ومريضه نفسانيا، وما خصكش انت الشمل يتجمع، بالعكس انت خصك. اللي كنعرف انا اخوتي المتتبعين راه هاد السيده هذه كتقول انا مريضه وما خصنيش الاب والبنت يعرفوا بانني مريضه. ايوا انا كنعرف راه هادشي كيخالف الشريعه الاسلاميه وكيخالف الدين ديالنا وكيخالف التقاليد ديالنا وكيخالف كلشي ديالنا. مادام تزوجتي هادي 3 شهور باش تزوجتي ولا 4 شهور الماكسيموم، راه خصك تقولي للراجل بان المرض اللي عندك قبل ما تزوجي به،
ماشي حتى لدابا عاد كتقولي لهم برودات الاطراف وما كنقدرش نهز وما كنقدرش نحط، وحنا كنشوفوك كتهزي وكتحطي والفيديوهات ديالك ناشطه فيهم تبارك الله ما شاء الله عليك اللهم بارك، ما كنشوفوش العكس، ولكن انت باغا ديري العكس، هادشي عاد طلع جديد، عاد 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 خلق عاد خلق عاد نبت، باغا تهربي الزوج ديه معاك، لا راه حنا في فرنسا، لا غادي تمشي لتايلاند، كاين لا فرنسا ولا تستحمص حبيبه، انت راه كاسه في بلاصتك غير غاديه، انت باغا ديري البلا بلا وباغا تكبري الحزمه باغا تهربيه يعني على من مور الرجوع ديال الطليقه، واصلا ما كيبان فيك لا اصل ولا ما كتبان فيك حتى شي حاجه، حاشا لله واش كوني انت ريفيه، حاشا لله تكون عندك الاصل ديال الريافه، فانت انسانه خطيره خطيره ماشي سريعه خطيره، انت اخطر انسانه بنت في اليوتيوب، هادشي باين واضح كوضوح الشمس، انت انسانه خطيره بزاف، لانه كنعرفوا المراه الاصل اللي الاصل ديالها طيب كتحل الزوج عينه وكتقول له دوك راه ولادك راه كانوا قبل ما نكون، ماشي الولاد مراد كيطرقوا مساكن بالسخانه، وانت عاد بديتي في المشاكل ديالك الصحيه وهو حل فمه وسداري بكريشه، واخا انني ما كنبغيش نقول لهاد الالقاب، ولكن تحيه للناس اللي خرجوا عليك هذا الاسم، هذا زعما راه الناس اذكياء كيعطيو اللقب في بلاصتو، السريعه سداري بكريشه، انت اسرع من البرق، انت امورك كديريها بواحد السرعه اللي ما نقدروش حنا كيوتيوبرز اولا كمتتبعين ما نقدروش ما كنوصفوش، دخلتي بالثقافه ودخلتي بانك ما عرفتش شكون ودخلتي، لو كنتي مثقفه غير شويه غير شويه فيك ديال الثقافه كره الاب مشى عند ولادو، لو كنتي مأصله غير شويه كره الاب مشى عند ولادو، لو كانت فيك حس الانسانيه ابار هادشي كامل الانسانيه كون كانت فيك، الزوجه هي اللي كتقدر تقيدي الزوج ديالها كيف ما بغات، تقول له لا هذوك راهم ولادك خصك تمشي تشوفهم، راهم مرضوا باقين صغار، راه عنده ربعه الاولاد ما عندوش وحده، انت النهار كامل كتهضري غير على وحده وحده، الفيديوهات ديالك كاملين اللي كتحطوهم كتهضري غير على وحده حبيبه، راه عنده ربعه راه جوج بنات وجوج ولاد، كره تقول له لا هذوك الثلاثه راه ما خصكش تمشي تشوفهم واخا مع امهم مع هذيك الراجل، راه ما خصناش نقولوا عليها المراه، راه هذيك هي الراجل ونعم الرجوله، راه هي هذيك، تحيه للاخت سعاد، تحيه من هذا المنبر الاخت سعاد، هذيك هي المراه المغربيه المناضله المكافحه، المراه اللي كتربي اجيال، المراه اللي كتربي وليداتها بصدق وبالحلال وكتربيهم بالدراحه، هذيك هي المراه المغربيه، وتعيش المراه المغربيه، وتحيه لجميع النساء المغربيات، اما انت يعلم الله الاصل ديالك منين، يعلم الله الاصل ديالك منين جا، كل واحد فينا كل واحد فينا لا 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 من الناس اللي حنا كنهضروا في اليوتيوب وكننتقدوا المواضيع بحال هادو، ولا الناس اللي هما مشاهدين، كل واحد فينا عنده واحد القصه في حياته، وكل واحد فينا عنده مشاكله الخاصه وعنده حياته الخاصه، ولكن كل واحد فينا عنده انسانيته، الانسانيه ديالو كتخليه تبينو شكون هو، شكون هذاك الانسان، وانتي اختي بينتي لنا الطينه منين جايه، بينتي لنا الاصل ديالك، راه ما بقاتش شكون انا وشكون جدي وشكون با، قولي لنا شكون انتي، شكون الاصل ديالك، شكون تربيتك، كيفاش انتي دايره، انا لاباس علينا وعدنا وعدنا وعدنا، ولكن انتي كتناشدي المحسنين يصيفطوا لك الدواء، فين وما حنا وحنا وحنا وجدي وبا وعمي وخالي وجدي، هذوك شي كامل كذوب في كذوب، الله يعمر قلبنا بالله، الله يعمر قلبنا بالله، ولكن بزاف، فاحنا ما نكذبش عليكم، فهذا ما كانش هي في البدايه ديالي، كان المحتوى ديالي انني خرجت وانتقدت الناس ديال الادارات، وانتقدت اول فيديو ديالي متتبعيني، الا رجعتوا لاول فيديو غادي تلقاو هادشي هو اللي كاين، ولكن من بعد قلت انا نبدل المحتوى، ولكن رجعت لانه هادشي بزاف، هادشي لازم الانسان يهضر عليه، لازم
نخرجوا على الصمت ديالنا، لانه كنشوفوا بزاف ديال اليوتيوبرز من غير المغاربه كاينين من دول اخرين، ولكن ما عندناش هاد ما عندهمش هاد التفاهه اللي عندنا حنا، ها الروتين اليومي، ها المشاكل العائليه، ها وهذا كيضرب في هذا، حنا عندنا بزاف هادشي، راه لازم نهضروا ولازم نخرجوا ولازم. فتحيه لكل المنتقدين اللي كاينين في اليوتيوب اللي كينتقدوا بحال هاد الترهات وهاد التفاهات. بصراحه راه خاص هادشي يوقف وخاص هادشي نديروا له حد، لانه هادشي كيسوء السمعه ديال البلاد ديالنا والشعب ديالنا ولا اليوتيوبرز المغاربه. راه بصراحه شنو كنسمعوا على الناس المغاربه اليوتيوبرز المغاربه، فهادشي ما كي بصراحه ما كيفرحش، وما كي الصراحه ما كيفرحش هادشي. هذا تلقاي واحد اخر كيضرب كيقول لك المشاكل اللي كاينه في المغرب ما كاينش في شي بلاد اخر، فهادشي كيضرنا في خاطرنا، وهادشي كيقول لك التفاهات والترهات كاينه في اليوتيوبرز المغربي، كيضرنا كحنا كمشاهدين وكيوتيوبرز، كيضرنا هادشي بصراحه. ما كنتحملوش واحد يجي ويضرب في بلادنا ولا في خوتنا ولا ولكن لازم نحاربوا بحال هاد النماذج هادو، ما خصهمش يبقاو في اليوتيوب، لازم مقاطعه المشاهده ديال هاد القنوات هادو. الانسان ما كيعاودش مشاكله في اليوتيوب، كيحاول ما امكن انه يبعد بالكل على اليوتيوب المشاكل الشخصيه ديالو، ولكن هاد النماذج هادو ما كيحشموش وما كيراعيوش وما كيديروش علاش يحشمو. والله يعمر قلبنا بالله، وكنتمنى يا المتتبعين ما نكونش طولت عليكم وما تكونوش مليتو من الكلام ديالي، وكنقول خليتكم على خير، والفيديو الجاي ان شاء الله، وكنتمنى لا فيديو الجايه تكون احسن من هذه، ونلقاو فيديو اخر.